أمتكم تتحسر عليهم يا رب، زي ما قلنا انحرقت أمتكم تنحرق عليهم. حياتك يا رب، انظر لهم رجعوا من يبقى منهم يا رب. أول ما اشتغلت الحرب فبدوا يخبطوا بالطيارات، اللي بتنش ننام ولا ليل ولا نهار، الليل في الخبط في الليل شغال وفي النهار والله ما ننام، لو نمنا شوية تلاقي الخبط يشتغل، نقوم زي المفزعين نسكت صغارنا ولا إيش بدنا نسوي يعني. حسبي الله عليهم يا ولي، يرعبوا هالصغار يعني، أول مرة بيصير فينا هالزي. إحنا قعدنا ليل وتاني يوم كمان يمكن كان قعدنا يومين محجوزين في الدار، وناس هالزي لا عارفين ياكلوا، الصغار يصيحوا ولا عارفين يصيحوا، كله صياح من الخوف، ولا عارفين نقوم بدعنك على الحمام حتى نشخفهم، كنا مطحين على الارض، الطخ في المطبخ كان يخش وفي الاوض المطرفات. احنا جينا لجأنا كنا الاوضه كانت لجوه هيك شوي، ظلينا 3 ايام احنا في البيوت تبعينا، هم بقدفوا علينا فيش ولا رحمه ولا واحد يسعفنا ولا واحد يجانا من مره. صرنا نصرخ ونقول احنا كنا نسوان في قلب البيت، كنا نسوان، فيش عندنا شباب، بس طلعونا بس طلعونا، ما رضوش يطلعونا، معناش الا الاطفال الصغار يعني. اجوا جابوا هالرامين وجرفوا هيك كوموا على الباب عشان ما نطلعش، صاروا دبوا الباب رامين وصاروا يطخوا هيك انا وجنب في الدار يعني، لولانا سبحان الله مناش عمر نموت يعني. شوفي كيف الدار الرصاص كل من جوا خزق الدنيا جوا، فلما كيف طلعنا لقي كيف بدنا نطلع اكيد، وشردنا من دار لدار، وبرضك هي عودوا قالوا نطلع على المدارس فيش فيها فايده، شردنا على المدارس. انا اللي في بيته ما عرفنا ايش صار فيه، احنا من اللي شردنا واحنا اولادنا اللي ظلوا في البيوت، وهالشباب اللي ظلتها في البلد منه اشي مات ومش الصواب، اشي مات وش الصواب، ما نعرف ايش خبرهم الا لما نجينا على البيوت ثاني رجعنا بالثاني. طلعنا خزقنا في الحيط، غيرش خزقنا خزق من الحيطه وطلعنا، لقيت طلعنا واحنا شردين يعني، اللي حافي واللي من غير انت غشيم عن اللي بيشرد من اليهود، الصغار هذول يجروا حافين يجروا يقعوا من الخوف. فايش كان إيش صار لما في ناس في الليل وهم شردين كتلتهم اليهود، لقيت ضلوا على الدوار مرميين، يجوا أولاد كلهم حوالي يصرخوا يصيروا يصيحوا يعني يعبطوني، أنا مش قادرة أسوي، أنا نفسي كنت أخاف يعني. فلما كانوا صور يعني أنت لما يجوني هدول الصغار ولا الصب هذا الصغير خالص يعبطني ويصير يصيح، مش قادرة أعمل شيء، كنت أصيح على صياحهم. والله كانوا مرميين الشهداء مع الارض، صرنا نخبص عليهم لما نصلهم نقول لاولادنا غموا عنيكم. واحنا شاردين على الدوار كانوا في ناس ميتين برضو، لقدام كانوا 2 مقطعين، كل هذا المناظر مرقنا عنا، واحنا برضو شاردين هالصغار تجروا تقع، والقصف في الطائرات شغال والطخ شغال، زي ايش بدي اقول لك. تفاجئنا لما طلعنا كنا نطلع ورانا نلاقي الدور بتدخن يعني، الحمد لله كيف طلعنا سالمين احنا والصغار. احنا بعدين هيك لما نسيبنا زلامنا هجينا على المدارس. والله حتى يعني جد اقول لك الناس بتحكي، انا داري هيها جيت لقيتها واقعه، طلنا الشهداء طبعا ما خلوناش نشوف يعني، انا كنت اتمنى اودع زوجي ما عرفتش اودع اولادي، ودعنا بس من فوق الكيس لبسوهم اكياس وودعنا، صاروا اولادي يصيحوا عبوهم يعني، هذا الولد ارتمى عبوه في الاسعاف شيل شلوه عنه. زمان لما ناكل بمعانا
لقيت ابويا بطلت اشوف. والله كنت اصحى من النوم ياخذ مصروفي واروح على المدرسه ولا حدا يقول له وين انت، ولا حدا يقول له وين انت، اروح مريا ولا حدا يقول له وين انت. بقول له يوم تسمى الله وانت نعم الوكيل اليوم وعلى مصر وعلى كل الدول اللي شدت معهم. لما بابا كان عايش كان ياخدك معاه وتطلع انت وياه؟ كان لما يطششنا يطششنا بالدايه، يطششنا على بحر على المينا، يطششنا وين ما جايين. Picture now, you're beginning to see the picture emerge of what it's like to live under the Zionist regime, the entity which rules over this Palestine. Well, folks, it's not going to get no better. We're paying for it. You're paying for it. You can't even buy food in some cases. You're living off of the EBT cards and you're living off of assistance and food banks. Meanwhile, whatever money you spend, which is taxable, goes to help support this system in some way or another. Particularly if you're paying federal income tax, you're paying for this obliteration. Now, this is just the beginning. This happened in 2008. What's happening now is going to rival that and has the potential right now as we speak to expand throughout the region, causing this third world war to in effect come into being. It's not going to be pretty, but the Bible tells us this. Now, for the Christian people, for those who are the Caucasian Israelite people of the Bible, the 12 tribes here in the United States and Europe, of course, in many of the other places scattered all across the globe now, those of you who understand, who are called to understand in this age what Jesus meant when he talked about this final beast system, you can be prepared. Everybody else can help be prepared too by downsizing, getting out of debt, selling off what they don't need, not buying from department stores, not, you know, patronizing these newspaper chains, these gambling casinos owned by powerful Kosher Nostra interests. Kosher Nostra interests. You're feeding the beast. You don't want to do that. You want to get out of this beast slavery. One man said, he said, Rick, people's homes will become their prisons. Sure enough, you're living in a house that's not even paid for. You're in prison. You're in a debtor's prison, and now you're in a position to be controlled by the government when the new monetary system comes about worldwide. The dollar is falling very quickly. And as it says in one of the surveys that I have here, American confidence in their media has never been as low as it is now. Still quite low. They don't trust. You don't trust what you see and don't see on the media. And you shouldn't. That's why we're here, as messengers to tell you how to see the gospel in light of Bible prophecy. If you don't see it, then you're not supposed to. If you do see it, then you may be called of God as one of his saints, one of the elect, as we say in the scripture, in this final age before the end of the world system, when Jesus returns to the earth in flaming fire, judging the wicked and killing off the seed line of Satan. And he's going to level Jerusalem. He said not one stone will be unturned upon another. No wall will be standing when he returns. So you'd better be prepared
And the way to do it is to get into the Word and pray daily. Folks, we're going to close today's program. For those of you who watch us on livestream.com, you can see the next installment up next on the site. And the television audience on the Deadly Experiment on Public Access TV, stay tuned for the following installment next week on these channels that you watch us. This is Rick Adams, your producer and host, saying goodbye and Yahweh bless his elect.